مساء الخير. كل الوعود الصادقة بلبنان هيدي الأيام طابعها سلبي، فوعد الحكومة عقد وتعطيل، ووعد الكهرباء تعتيم وتأنين، ووعد الهوى جوني هواها عم يختنق بالتلوث، والليطانة مصباته عم تتنافس بالنفايات والفضلات، ووعد الصحة مزيد من الأمراض السرطانية، ووعد المحاسبة مزيد من المخالفات والتعديات. أما وعد الموازنة فسلف خزينة وفتح اعتمادات من خارجها، فيما وعد التشريع بظل حكومة كاملة الأوصاف فانتقل من تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع، حتى تكاد عقوبات لبنان الداخلية على نفسه تكون أكثر قساوة من العقوبات الخارجية يلي بتستهدف إيران والعقبات المستحدثة لتأخير ولادة حكومة لبنان، رغم أنه هيدي الأيام بالذات بتتطلب قاعدة سلوك مختلفة تماماً عن الموجودة حالياً. للأسف السائد على المستوى العام هو التنصل من المسؤولية والهروب من المساءلة، وبهذه الوضع من التشنج الحافلة، هذه المرحلة الحافلة بالتشنج والغموض والمفاجآت غير المحسوبة، فما يزال هناك من يستسهل الانتظار والمماطلة والتسويف ويسترسل بالحديث عن أنه لابد أن تأتي الحلول بنهاية الأمر، وكأنه لا يرى سيف الوقت وقيمة الزمن المهدور. حلقة جديدة من انترفيوز بيسعدني أنه استضيف خلالها النائب بالبرلمان اللبناني محمد الحجار. مساء الخير سعادة النائب. مساء النور. والكاتب والمحلل السياسي سام منسى. مساء الخير استاذ سام. مساء النور. أهلا. والخبير الاقتصادي دكتور سامي نادر. مساء الخير دكتور. مساء النور. وبالمحور ما قبل الأخير بيكون معي من واشنطن المحلل السياسي حسين عبد الحسين للتعليق على نتائج انتخابات الكونغرس وتأثيرات العقوبات اللي بدأ تفعيلها على إيران. قبل ما أختم مثل العادة بالمحور الأخير معكم مشاهدينا خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبذكركم أنه تشاركونا عبر هاشتاج انترفيوز على فيسبوك وتويتر، ويلي بحب يحضر حلقة انترفيوز بيقدر يشاهدها مباشرة عبر فيسبوك لايف طبعا وبيريسكوب من تويتر ومن خلال صفحتنا الخاصة. أسئلتكم رح نعرضها على الشاشة وبنناقشها خلال الحلقة مع ضيوفنا، وهناك رقم الواتساب الظاهر على الشاشة للتواصل مع البرنامج. أخيرا إذاعة الشرق تنقل انترفيوز طبعا مباشرة عبر أثيرة للمستمعين. مساء الخير جميعا. بدي أبدأ معك سعادة النائب، هل الرئيس الحريري معتكف أو هو اعتكاف يعني غير معلن؟ شو طبيعة هذه المرحلة بالنسبة له برأيك؟ اعتكاف لا، الرئيس سعد الحريري موجود بفرنسا، قال لأمور خاصة، زيارة خاصة عم يقوم فيها وبده يواكب يعني الحرب العالمية بعد 100 سنة. هلا في طبعا ومدعو بتصور السبت والأحد في احتفال بالذكرى للنورماندي تماما، وهو مدعو رسميا الى هذه الى هذا النشاط اللي بده يصير بباريس، وبالتالي ما بعرف هلا اذا بيرجع بيروح، بس بتصور حسب اللي مبين الحديث هلا انه باقي على الاقل سبت احد. هلا تنين في جلسه تنين وثلاثه في جلسه قبل ما نحكي عن الجلسه اللي هي تشريع الضروره بنسختها الثانيه، عم بينحكى انه رئيس الحريري حيعود يحضر الجلسه تنين وثلاثه ثم يعود الى الاعتكاف غير المعلن بباريس. هلا لما بيجي الرئيس الحريري لما بيسافر ما حدا بيعرف الا هو، يعني الا هو بعد اذا بدك الامن اللي بيبقى عنده، يعني امور امنيه. لا انا بحكي عن ما يشاع في الاعلام. انا ما عندي معلومات، لا بدي احكي صراحه، يعني انا ما عندي معلومات. بكل الاحوال لا، الرئيس سعد الحريري وين ما كان عم يتابع التطورات، المرحله اللي الوضع الراهن اللي سبب فيه حزب الله بشيء اللي صار، وين ما كان سواء كان بفرنسا او كان بامريكا او كان بالسعوديه او كان بلبنان، هو ينتظر من حزب الله ان يسمي وزراءه لحتى تصدر مراسيم تشكيل الحكومه، وبالتالي
ما حدا بيقدر يقول والله انه بالخارج عم يتاخر هذا الشيء او عم يتقدم، لا، ما امر ما له علاقه. استاذ سام، هذه العقده اللي عم بيقول انها استحدثت النائب الحجار، عقده ما اصبح متعارف عليه بانه عقده سنه الثامن من اذار، هناك من يقول انه يستطيع الرئيس الحريري تخطيها على طريقه العراق. الرئيس المكلف الجديد عادل عبد المهدي قدم تشكيلته بدون اسماء، انه بيقدر يسمي انه هدول الثلاث وزراء تابعين لحزب الله، بيقدم مراس يعني لرئيس الجمهوريه المرسوم بالاسماء وبيوقعه رئيس الجمهوريه، ولاحقا يسمي هذا الحزب او ذاك وزراء. هل هاي بتمشي بلبنان مثلا؟ محمد، انا يعني بعتقد المشكله ما أنا مشكله تقنيه بلبنان، المشكله هي مشكله سياسيه، والكل يعرف انه ما يقوم به حزب الله بهذا الشان هو رسالة. رسالة. أنا بتعجب أنه الرئيس الحريري أول شيء يمكن تأخر لفهمها أو تأخر لوصلته، بالمعنى أنه القرار لي، وقد تكون عملية قضية العقدة ما يسمى بالعقدة السنية هي رأس جبل الجليد، حيث أنه اليوم الأوضاع في إيران غير عادية، ما بدي أقول شيء تاني، في مرحلة جديدة من العقوبات، من الصعب جدا أن نعرف منذ الآن إلى أي مدى ممكن أن تؤثر على الوضع في إيران وعلى علاقات إيران مع الولايات المتحدة بخاصة وبعض الدول الغربية أيضا. فبالتالي ممكن أن يكون بدأ الحزب يقول أنا موجود، وهذا القرار، قرار عدم تسمية الوزراء، هو بداية، وممكن أن تكون لي مواقف على غرار هذا الموضوع بالشؤون الأخرى. شو يعني الشؤون الأخرى؟ الشؤون التي تتعلق بموقف لبنان من مستجدات ممكن أن تطرح، ممكن أن يعني تصبح موجودة على الطاولة. ينبغي على لبنان أن يأخذ قرارات بشأنه، جزء من العقوبات وجزء آخر هو ردود الفعل الإيرانية المتوقعة على تنفيذ أو تشدد بتنفيذ هذه العقوبات. يعني أنا ما بعرف شو ممكن تكون ردة الفعل الإيرانية مثلا إذا ما إيران استمرت بشحنات نفط غير مسموحة. هل يمكن للولايات المتحدة أن تقصف هذه النقلة؟ يعني شو ردود الفعل؟ نحكي عن المحور. فعودي بس محمد لموضوع العقدة السنية، يعني الوصف اللي عطيته بالنسبة للشأن العراقي غير مطروح بالنسبة للبنان، لأنه الكل يعرف بلبنان أن القرارات الأساسية في الأمور الأساسية للأسف الشديد يأخذها حزب الله، والجميع للأسف الشديد أيضا يلتزم. عال، إذا صح كما تقول أنه الرئيس الحريري فوجئ، أو أنت منك شايف أنه ليه فوجئ هالقد بهذه العقدة، كان لازم وكأنه يكون عامل حسابه، ولكن لا يبدو أنه هو الوحيد إذا صح أنه فوجئ، يبدو أنه أيضا رئيس الجمهورية فوجئ، الجميع في لبنان فوجئ. أنا الخلاف بس بنقطة واحدة بهذه النقطة، لا أدري إذا الرئيس الحريري فوجئ أو لم يفاجأ، لأني نعيم قاسم قال انه احنا من 6 اشهر قلنا لهم انه هذا الموضوع هو موضوع جدي، وهن ما حبوا انهم يسمعوه، سواء كان هذا صحيح او غير صحيح موضوع اخر. انما المشكله المفاجاه بالنسبه لنا نحن يعني المراقبين من الخارج، هي انه الرئيس الحريري لما للاسف اقدم على التسويه رقم 1، ثم اقدم على التسويه رقم 2، واليوم يقدم على التسويه رقم 3 بالدخول بحكومه فيها. شو التسويه رقم 2 يعني؟ بعد العوده من السعوديه وما حصل من مهرجانات على اثرها، بعد ازمه الاستقلال، واليوم الدخول مع حزب الله في حكومه واحده بهذا الوضع، بتقلي شو البدائل المطروحه؟ هذا موضوع اخر بنناقشه لاحقا. يعني المفاجاه انه الذي يبدا هذه الطريق يعرف الى اين تصله، يعني اللي بفوت بتحالف مع التيار الوطني الحر وفي تفاهم مع التيار الوطني الحر ما بيعرف وين بده يوصل. هذا اللي الغريب، يعني هذا المنفذ، انه يعني لازم الرئيس الحريري من هلا برايح
يبلش يقرا يعني فعل الندامه او يعلن انه كل اللي عمله كل اللي عمله بالمرحله الماضيه هلا هو عم يقطف ثماره. يعني مش بس هو، يعني انا بوافق على الملاحظه اللي انت عملتها، منه الوحيد اللي فوجئ محمد صار عندك منه الوحيد اللي فوجئ، بفتكر الكل فوجئوا او الكل ما ارادوا انه يدركوا. اها انه إيه يمكن صح. انه الكل كان بده يلعب هاللعبه وما اراد انه يدرك انه اليوم تشكيل الحكومه اللبنانيه، مع احترامي لكل التصريحات اللي طلعت المسؤولين اللبنانيين، الان بشباك الاقليمي، الان بشباك الصراع مع ايران. هيدي الحقيقه واصبحت ظاهره، مش مفاجاه انه اخر لحظه بس انحلت كل العقد او المفروض تكون عقد، طلعت العقدة الصينية او العقدة السنية اللي بدك. ولكن سميها. مصادر حزب الله بتقول انه فل ينتقوا نائب من النواب اللقاء التشاوري وبخمس دقايق بتمشي المراسيم وبتطلع الحكومة. ما هن حطوا له يعني الحاجز التعجيزي انه اطلع ركض على عاشر طابق وساعتها بيمشي الحال، لا هيك بس انت توضع هالشروط التعجيزية، يعني في ارادة بعدم تشكيل الحكومة. وايضا الامر ينسري على العراق نفسه، يعني ايران في هذه اللحظة الاقليمية امسكت بكل اوراقها وما لح تفوت وقررت عدم الافراج الا على الطول اللي هي عن الحكومتين. انا هيدا انا هيدي قراءتي، ولن تفلت ولن تفلت بهذه الأوراق إلا على الطاولة اللي هي بتختارها، على الطاولة اللي هي معنية فيها مباشرة. ولكن هذا الشيء بيوضع مسؤولية على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لأنه اليوم الدستور يقول أنه هالشخصين هن بألف الحكومة. إذا نحن لم يعني إذا هون ما أخذوا هن المبادرة، يعني سقط اتفاق الطائف بالآلية اللي هو وضعها لتشكيل الحكومات، وصارت الحكومات تشكل لأنه هلا بتوافق هلا عم ينحكى على كل الأحوال. إذا تسنن لنا نحكي فيها عم ينحكى عن تعديل الدستور بالممارسة، ما هو تعديل دفاكتو عم بيصير يعني بالأعراف وبالأمر الواقع. أستاذ محمد، ليه لم يكن الرئيس الحريري متنبه لهذه العقدة اللي من اليوم الأول حزب الله قال أنه هناك مجموعة من السنة حصلوا على نسب معينة بطائفتهم، لا يجب كان من البداية أن يتم إهمالهم ويعني تهميشهم بهذه الطريقة، وأنه هن ما كانوا خبوا عقدة ولا شيء، إنما ما حبوا يصعدوا ويكبروا حجم العقد، وقالوا أنه بنترك هذه القصة للآخر. حديث يعني على طبعا هذا عم ينحكى يمكن بهالظرف هذا بمناسبة الشيء اللي حصل بس، ولكن بالسابق ما كان هيك أبدا. يعني خلينا نرجع شوي هيك بالذاكرة لقبل ست أشهر أو أقل شوي، أبدا ما كان هالحديث مطروح. يعني أنا اللي بعرفه أنه مرة واحدة انحكى بهذا بموضوع تمثيل ما يسمى بالنواب السنة، وكان طرح من قبل الرئيس نبيه بري. ما يسمى سمة 8 أزار بس مش ما يسمى سنة، هني سنة. يعني لا هو لأنه التسمية تبعيتهم بهالشكل، أنا قصدي بهذه التسمية تحديدا، ماني عم بنكر عنهم لا إسلامهم ولا سنيتهم، بس أنا عم بقول بالتعبير اللي عم يسمى هلا بالإعلام اللي عم يتم التداول فيه. لا هن انحكى وقتها من قبل الرئيس نبيه بري، وكان موقف الرئيس نبيه بري اللي بلغه إياه الرئيس سعد الحريري قاطع وجازم من اليوم الأول، قال له هذا أمر إذا بده ينحكى فيه يعني معناتها أنا معناتها أن حكومي مش راح تتألف. هذا اللي كان الموقف اللي قاله الرئيس سعد الحريري. اليوم عنوان صحيفة الأخبار أنه الرئيس الحريري بالاتصال الهاتفي من باريس مع رئيس عون قال له أنه أنا توزير أحد هؤلاء هو انتحار بالنسبة لي. ما ورد لا يعني مش هيك، في امر اساس بده ينفهم. قالوا عم بيقولوا استاذ سامي وانا معه فيه، لبنان في دستور، في دستور حدد الصلاحيات، صلاحيه تاليف الحكومه يقوم بها الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهوريه، الماده 53 دستور البند 4 منها واضحه في هذا الاطار. هلا اللي بيالف الحكومه هو الرئيس المكلف وليس لا حزب الله ولا غير حزب الله. هذا الأمر يعني بتصور من أول يوم الرئيس سعد الحريري قاله. رئيس سعد الحريري نعم، وهون أنا بدي أحكي بالنسبة الشيء اللي عم بيحكي السام، أن الرئيس الحريري نعم هو قال من أول يوم أنه أنا بدي حكومة وحدة وطنية.
ليش بده حكومة وحدة وطنية؟ يعني ما حزب الله بده يكون فيها، ما منه يعني شغلي انه كان ما بده يعملها او اجبر على عمل. لا، هو بقرار منه للرئيس سعد الحريري قال انه انا بدي حزب الله يشارك في هذه الحكومة، لانه طبيعة المرحلة بكل اشكالها بكل مستوياتها تستدعي وجود الجميع. حجم التحديات الموجود على مستوى المنطقة، حجم التحديات على ان كان بالاقتصاد ام ان كان بالناحية الاجتماعية ام بالسياسية ام بالامنية ام 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 ام، بدأ انه يكون الكل قاعدين على طاولة واحدة. ولاحظ انه كان دائما الرئيس سعد الحريري يقول ويحاول بتعاطيه بكل المرحلة الماضية خلال هالست اشهر، كان دائما مصر على الحوار مع الجميع، مصر على الاستماع الى مطالب الجميع، وبنهاية الأمر كون هيك صيغة بالنسبة له، صيغة اعتبر بأنه تقترب من تحقيق طموحات الكل قدر الإمكان، وراح بهذه الصيغة عند الرئيس ميشيل عون. في يعني أنا ملاحظة، أنا هون بفتكر في محل الرئيس الحريري أخطأ حينما قال أنه أنا جيت كون بصيغة حكومة صورة طب أو صورة مصغرة على مجلس النواب. بفتكر بهاللحظة بهالكلمة يعني قبل بالمعيار اللي بيقول كل أربع نواب أو خمس نواب وزير. لا، هو يعني حتى اللحظة الأخيرة لم يعرف. أنا بس بدي خلينا نكمل الفكرة اللي بدي أقولها أستاذ محمد، إنه الرئيس الحريري من اليوم الأول من أسرب عبدة قال إنه أنا بدي حكومة وحدة وطنية، ما قال غير شيء. ولما بقول حكومة وحدة وطنية بس بنفس الوقت قال انه هو يرفض مبدأ المعايير بالمطلق، بعد ما رفضها ما حد يعني ما هذه قصة المعايير اربع نواب خمس نواب بحكيها بالاعلام تنحكي بالاعلام بس، ولكن هل هي فعلا تعكس ما اراده الرئيس سعد الحريري وما عمل عليه الرئيس سعد الحريري؟ قطعا لا. الرئيس سعد الحريري لما لارجع للنقطة الاولانية كنت عم بحكيها، لما انحكى مع الرئيس دولة الرئيس نبيه بري وابلغه صراحة بانه اذا كنتوا بدكم تصروا على هذا الموضوع تتمسكوا بهذا الامر فتشوا على غيري، انا ما واردي عندي ابدا انه يتمثل هو. ليش الطرف الاخر الرئيس بري بيقول انه من حزيران يعني بعد شهر تقريبا على التكليف بجلسه قال له للرئيس الحريري انه لازم تشوف هذا المطلب وقال وسمع وما لا اي رفض من الرئيس الحريري إنه يعني اللي عفوا استاذ انه هالامر هذا قاله الرئيس سعد الحريري وانسكت ما عاد حدا حكي فيه بالكامل لانه ما كان بدهم حزب الله يكبروا حجم المشكلة. رجعوا هلا للمقدمات النهار بس قبل 3 4 ايام وقبل 5 ايام لما كانوا عم يتوقعوا عم يتصوروا هن من القوات مش رح تجي تشارك بالحكومه، وانه بلا في عقد ثاني ما رح تخلي الامور توصل الى ما وصلت اليه. كان كل اعلامهم عم بيحكي بالعقده المسيحيه بموقف القوات تعطيل القوات. بس بدي اسالك سؤال بس لحظه محمد، فيني اقول له شيء للاستاذ محمد بهذا السياق بالذات، انه العقده السنيه هي سبب، اذا ما كان العقده السنيه كان ممكن يكون يمكن في عقده تركيه عقده ارمنيه عقده الى اخره. انا العجيب اللي ما عم بقدر افهمه انه الذي وافق على قانون الانتخاب هذا اللي أنتج هذا المجلس ووافق على التفاهم مع التيار الوطني الحر، وهو تفاهم مفروض يكون له مضمون سياسي مش مضمون آخر، كيف ممكن يتعجب من النتائج التي وصلنا إليها اليوم؟ يعني مين ما بيعرف الرئيس الحريري ما كان ممكن ما يتأمل أو يتخيل أو يتصور أنه في نقطة بدنا نوصلها حزب الله هو صاحب القرارات الأساسية فيها، أنه بيجي يوم كما أسقط الحكومة على أبواب البيت الأبيض لما كان الرئيس الحريري موجود ممكن هذا الحزب يوقف مسار تشكيل الحكومة، أو حتى لو تشكلت هذه الحكومة وصلنا للمن والسلوى الموعودين فيه أنه هذه الحكومة سوف تحل مشاكل لبنان كلها ما كانت متوقعة. هلا بجاوب يعني بدي اخذ فاصل بجاوب الاستاذ محمد الحجار على هذا السؤال حول التسويه وهل كانت يعني يجب الدخول فيها بالاساس، وايضا بعد الفاصل مشاهدينا تشريع الضروره هل يشارك المستقبل بالقطعه
وهل تقود جلسات تشريع الضرورة إلى جلسات ضرورة تفعل حكومة تصريف الأعمال بعد الفاصل؟